جهنم والعدالة Hell and Justice. كتير من المدافعين عن الرؤية التقليدية لجهنم بيدعوا إن بالرغم من إن الله محب إلا إنه عادل في نفس الوقت، والعدالة بتتطلب العقاب الأبدي للي عصوا الله في الحياة الدنيا. لكن آخرين اعترضوا وجدلوا إن على العكس العدالة لن تتطلب العقاب لكن منع العقاب، وبينطلقوا في رؤيتهم دي من ملاحظة مهمة جدا، وهي الاختلاف في طبيعة الخطيئة اللي بتكون مؤقتة ومحدودة temporary and finite اللي بيرتكبها الإنسان العاصي، والعقاب الأبدي اللي بيوقعه الله everlasting infinite. لو كانت جهنم عقاب، إذن يجب أن تنطوي على كمية محدودة من المعاناة تليها الإبادة annihilation، ومن ناحية أخرى عقوبة الإعدام capital punishment مثيل عقوبة الإبادة في الآخرة، بتعتبر عادة عقوبة أكبر من السجن مدى الحياة دون الإفراج المشرط. جدلية الجدية اللانهائية infinite seriousness بتحاول أن تظهر أن من العدالة أن الله مش بس يوقع عذاب على العصاة، لكنه عذاب مستحق ومطلوب بالضرورة. الجدلية من الممكن صياغتها كالآتي: واحد، جدية وخطورة الجريمة تزداد بازدياد أهمية وقيمة ضحية الجريمة. 2. الله قيمته غير محدودة. 3. إذن الجريمة في حق الله جدية بلا نهاية infinitely serious، أو عظيمة الخطورة بلا محدودية. 4. كل المعاصي جرائم في حق الله. 5. إذن كل المعاصي جرائم جدية غير نهائية. 6. كلما زادت خطورة وجدية الجريمة كلما زادت جدية العقاب المفترض. 7. إذن كل الجرائم في حق الله لابد وأن تستحق عقاب جدي غير محدود. الفرضيتين السادسة والسبعة يبدوا بديهيتين لأنهم بيتفق مع مفهومنا الإنساني لما بنفكر في جدية أو خطورة الجريمة. لما بنقول إن جريمة ما خطيرة، بشكل آخر بنقول إنها تستحق عقاب شديد. والفرضية التانية أيضا بتبدو بديهية لأن الله حسب تعريفه كائن غير محدود متعالي كامل الكمال، إذن من غير الممكن وضع قيمة محدودة له. لكن لو تأملنا في الفرضية الرابعة وهي إن كل المعاصي جرائم في حق الله، يبدو إنها موضع تساؤل. إزاي يكون أحمد في سرقته لمحفظة محمد أخطأ في حق الله، خصوصا لو كان أحمد غير مدرك أو مؤمن بوجود الله بالمرة، وبالتالي ما كانش بينوي ان السرقة تكون ضد الله. البعض بيعتقد ان عندما يعتمد الشخص بشكل وجودي على كائن اخر، الخطأ في حق الفرد الاول بيعد تلقائيا خطأ في حق الكائن التاني. على سبيل المثال، الاذى الواقع على طفل رضيع جدليا بيعد نوع من الاذى لام الطفل. اذن لو كل الكائنات بتعتمد في وجودها على الله، نفس المبدأ من الممكن أن ينطبق، ويبدو أن كل الخطايا هتعد جرائم في حق الله حتى وإن لم ينويها المخطئ. الفرضية الأولى بتجادل أن خطورة الجريمة مش بس دالة في طبيعة الجريمة نفسها أو الضرر الحادث بسببها، لكنها كمان بتضيف قيمة وحالة الضحية الواقع عليها الجريمة، الأمر اللي يبدو أنه بيتفق مع البديهيات الأخلاقية عند قطاع كبير مننا. على سبيل المثال، في رؤية كتير من الناس، قتل إنسان باعتباره كائن ذو قيمة أعلى جريمة أكبر وأخطر من قتل كلب ضال باعتباره كائن ذو قيمة أقل. لكن في الحقيقة لما الأذى بيكون غير مباشر أو لما بيقع على شخص بيعتمد كيانه على شخص تاني، مش واضح إن كانت قيمة الشخص التاني ليها علاقة بخطورة الجريمة في الحالة دي. على سبيل المثال، قتل صديق رئيس الجمهورية مش أكتر خطورة من قتل صديق واحد مجرم، الجريمتين على نفس الدرجة من الخطورة بالرغم من إن رئيس الجمهورية جدلا أعلى قيمة من مجرم. البعض جادل إن قد تكون القيمة غير منطبقة في المثال ده على الجدلية، لأن رئيس الجمهورية والمجرم من نفس نوع الكائنات، يعني الاتنين بشر. لكن قد تكون الخطورة المقصودة في الجدلية مرتبطة بوقوعها في حق كائن أكثر كمالا وجوديا. الفيلسوف الأمريكي جوناثان كوفانفيج في كتابه الممتع إشكالية جهنم The Problem of Hell اللي نشره سنة 1993 جادل إن عوامل زي نية المجرم مرتبطة بشكل وثيق
بتحديد درجة العقاب المناسب للجريمة. على سبيل المثال، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد premeditated murder بيعد عادة جريمة أكثر خطورة من القتل المدفوع بالعواطف أو القتل الخطأ أو القتل في حالة الدفاع عن النفس إلى آخره. ومن هنا يبدو أن مش كل الجرائم تستحق نفس العقاب، لأن الأمر يبدو أنه غير عادل جوهريا. الاعتراض ده بيفسد مفهوم الإبادة annihilation لجهنم، لأن لو الإبادة التامة هي عقاب كل المخطئين، من الممكن رؤية أن ده أمر غير عادل، لأن بعض العصاة خطاياهم ومعاصيهم أكثر شدة من البعض الآخر، ومع ذلك الكل بينال نفس الدرجة من العقاب، سواء كانت الإبادة التامة أو العذاب الأبدي. قد يكون الرد في الحالة دي إن جريمة واحدة على درجة أبدية من الخطورة في حياة الفرد كافية إن الفرد يعاقب إلى الأبد، لكن أعتقد هتتفق معايا إن الرد ده غير مقنع أو مرضي عند كتير من الناس. على أي حال، حتى وإن كانت جدلية الجدية اللانهائية متسقة منطقيا، فكرة الرحمة والعفو الإلهي Divine Mercy والشفاعة بتشكل عقبات صعبة في محاولة الدفاع عن الصورة التقليدية لجهنم. تخيل إن كل البشر عصاه وخطائين. الديانة الإبراهيمية الثلاثة بتعلمنا إن الله قادر على العفو عن الخطايا التائبين من عباده، وبالتالي لن ينطبق عليهم عقاب الآخرة المستحق لتحقيق العدالة الإلهية. لكن لو الله قادر على مغفرة الخطايا ورفع العقاب في حالة ما، لماذا لا يغفر في كل الحالات؟ في عادة ردين على التساؤل ده، لكنهم بيفشلوا في حل الإشكالية. الأول إن الله من الممكن إنه يغفر لكل البشر، في حين إن ده بيبين رحمة الله اللانهائية، إلا إنه مش هيبين كمال عدله. وبالتالي بما إن الله بيسعى للكشف عن كل خواصه الإلهية، لا يقدر على تحقيق الخلاص للجميع. الإشكالية زي ما أنت أكيد ملاحظ في الرد ده، إن مش واضح إزاي عدالة الله بتكتمل لو كان هيغفر للبعض دون البعض الآخر. ده بالإضافة لأن فكرة عدم قدرته لتحقيق الخلاص للجميع هيؤدي لأن الله لن يظهر كل خواصه، يبدو أنه أمر متناقض داخليا، لأنه لن يظهر كمال قدرته وسيظهر عدم قدرته على تحقيق الخلاص لجميع البشر. الرد الثاني، الله قد يغفر للكل لو كل البشر طمحت في مغفرته أو سعت للخلاص الأبدي بالاعتراف بوجوده. لكن الإشكالية في الرد ده ما زال ما بيوضحش إزاي العدالة الإلهية بتتحقق إن كان الله قادر على رفعها عن بعض البشر. الله قد يكون قادر للتنازل عن حقه في الجريمة، لكن مش معنى كده إن البشر اللي تضرروا من وقوع الجريمة في الأصل عليهم تنازلوا عن حقهم. يبدو إن مفيش أي نوع من العدل البشري أو الإلهي في إن الله يرفع العقاب عن هؤلاء العصاة لمجرد اعترافهم بوجود الله أو توبتهم. الأمر اللي بيضع فكرة العدالة الإلهية عن طريق العقاب محل تساؤل، خصوصا مع إضافة فكرة العفو الإلهي.